وعندهم الصوفية، عندهم أن الشيخ مشايخهم المعاصرين أو السابقين أحيانا منهم أنه يعلم الغيب وأنه يدبر الملك أو شيئا من الملك، يسمونه الغوث أو القطب أو غير ذلك، فجعله ربا مع الله عز وجل مشاركا لله فيما هو من خصائص. ولما وقعوا في شرك الربوبية أشركوا في الإلهية، ولهذا يعبدونه لأنه يعتقدون فيه أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، وعلى الأقل إذا تأدبوا بالعبرة يقول يتوسط، يتوسط يحقق مصلحة، يتعلق به يستفيد. انظر كيف العبارات، هؤلاء وحدوا الله، فوحد الله أشركوا بالله، حتى المقرم وابو جهل وابو لهب ربوبية الله جل وعلا وأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير وجلب النفع ودفع الضر، هؤلاء يقول لا، الأقطاب الأغواث الأولياء الأئمة يملكون مع الله عز وجل.